تخيل أن تستيقظ في الصباح الباكر في مكان ما بإسبانيا، ثم تذهب للخارج، وبعد لحظات يتم اعتقالك وأخذك إلى السجن. تخيل أن ذلك يحدث في القرن السابع عشر، وأنك قبل يوم واحد قلت بصوت مرتفع في السوق بأن الأرض هي التي تدور حول الشمس وليس العكس. ستحصل على عدة أيام من التعذيب من طرف المحاكم الإسبانية، وإن كنت محظوظاً فسوف تحصل على فرصة للموت بسرعة. التعذيب هو جزء من الحضارة الإنسانية، وقد ظهر منذ القدم، وعلى مر العصور ابتكر البشر العديد من أساليب التعذيب الوحشية. في هذه الحلقة سنعرض لكم أكثر أساليب التعذيب غرابة وقسوة عبر التاريخ. سنتعرف على خطورة التابوت الحديدي، ونرى كيف يمكن للخيزران أن يقضي على حياة الإنسان، ونرى أيضاً أفضل الطرق التي تساعد على النجاة أثناء التعذيب بتلك الطرق الوحشية. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ تخيل تابوتاً حديدياً مغطاً بالمسامير الحادة من الداخل، وفي الداخل يوجد شخص محبوس في وضعية الوقوف وينزف ببطء حتى الموت. إنها آلة التعذيب المعروفة باسم آيرون مايدن، وقد تم استعمالها في العصور الوسطى. الكثير من المظلومين سجنوا وطلب منهم الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، ومن أجل إجبارهم على ذلك يتم إدخالهم إلى تلك التوابيت الحديدية باستعمال القوة. تلك المسامير لن تحدث الكثير من الضرر في البداية، فهي ستخترق الجلد قليلاً فقط، لكن بعد قضاء نصف ساعة في تلك الوضعية سيتعب الجسم، وفي غضون ساعات قليلة ستبدأ الساقان بالتعب، وبعد حوالي 20 ساعة بدون طعام أو ماء سيفقد الإنسان وعيه بسبب الإرهاق وفقدان بعض الدماء أيضاً. وحين يفقد الإنسان وعيه سيرتمي جسمه على تلك المسامير التي ستخترق جسمه أكثر وأكثر، وبعد مدة قصيرة سيستعيد وعيه من شدة الألم، ثم يفقده مجدداً ويتكرر الأمر إلى غاية الموت. الآن سنرى ما يمكنك فعله داخل ذلك التابوت للنجاة. من أجل النجاة لابد أن يبقى الإنسان وعياً لأطول فترة ممكنة. في الغالب لا تكون هناك مسامير على جانبي التابوت، ولذلك يمكنك أن تحاول تثبيت يديك على الجانبين للحفاظ على توازنك وتخفيف الثقل عن الساقين. تذكر أيضاً أن أي حركة خاطئة ستجعل المزيد من المسامير تخترق جسمك، ولذلك يجب التحرك ببطء شديد. كلما فقدت كمية أقل من الدم كلما استطعت الصمود أكثر. وعند الشعور بالنعاس أو الإرهاق يمكنك أخذ نفس عميق، وذلك سيؤدي لزيادة معدل نبضات القلب ويجعلك أكثر يقظة. يمكنك أيضاً الغناء بصوت مرتفع، وبذلك تنسى الألم وتستفز الحراس الواقفين في الخارج أيضاً. يعتقد المؤرخون اليوم أن هذا التابوت الحديدي لم يكن يستخدم للتعذيب، بل إنه وسيلة ترهيب. السبب في ذلك هو أنه بطيء للغاية، والاعتراف بالجريمة لن يحدث إلا بعد عدة أيام إذا بقي السجين على قيد الحياة. كما أن زيادة درجة الألم غير ممكنة باستعمال هذا التابوت، وعلى الرغم من ذلك يبقى وسيلة جيدة للتعذيب، لكنه في الأساس فكرة مستوحاة من العصور الوسطى وتحديداً من الصين القديمة. فكيف كان التعذيب في ذلك الوقت؟ في العام الثاني قبل الميلاد تم استعمال التعذيب لأول مرة في الصين، وقد كان التعذيب فعالاً لدرجة أنه بقي متواجداً على مدار 2000 عام. وأكثر طريقة تم استعمالها في ذلك الوقت تتم بربط السجين على طاولة مع طري أسفل الرجلين بمحلول الملح، ثم يتم ترك السجين في غرفة مع عنزة لأن المعازة تحب الملح. ستبدأ العنزة بلعق رجلي السجين دون توقف. سيكون الأمر مسلياً في البداية، لكن ماذا إذا استمر لساعة أو ساعتين أو حتى 3 ساعات؟ في أسفل القدمين توجد أكثر من 200,000 نهاية عصبية، ودغدغتها باستمرار ستسبب نوبة من الضحك تؤدي إلى تشنجات عضلية قوية في الجهاز التنفسي. السيطرة على نوبة الضحك صعبة جداً وأحياناً تكون مستحيلة، وبالتالي سيضحك السجين حتى يموت بسبب عجزه عن التنفس. لكن كيف يمكنك النجاة في وضع مماثل؟ ما يجب القيام به في وضع مماثل هو إهمال الأحاسيس الناتجة عن الدغدغة، ويتم ذلك عن طريق التركيز والتفكير في أمر آخر، إضافة إلى الحرص على التنفس ببطء، وذلك سيساعد على التقليل من الضحك. هناك طريقة تعذيب أخرى قاسية، وهي التعذيب باستخدام جلود الجمال، وهي طريقة كانت تستخدم لتعذيب العبيد غير المطيعين. يتم حلق الرأس تماماً، ثم يتم صنع قبعة من جلد الجمل لتغطية الرأس. ذلك ليس كل شيء، بعدها يتم تقييد اليدين على وتد خشبي وترك الشخص المراد تعذيبه في الصحراء تحت أشعة الشمس.
حين يسخن جلد الجمل يبدأ بالانكماش، كما أن شعر الرأس لن يكون قادراً على النمو بحرية وسينمو من خلال جلد الجمل، وبالتالي يستحيل نزع الجلد بعد ذلك. كيف يمكنك أن تنجو من هذا التعذيب؟ درجة الحرارة في الصحراء يمكن أن تصل إلى 47 درجة مئوية، وإن كان هناك شيء يمكنك فعله فهو العثور على مكان به بعض الظل لمنع الجلد من الانكماش. بعد ذلك سيكون عليك وضع رأسك ما بين ركبتيك ومحاولة نزع الجلد من على الرأس باستعمال الركبتين. يجب القيام بذلك بسرعة قبل أن ينكمش الجلد، وإلا ستكون العواقب وخيمة. على كل حال، هذه الطريقة خاصة بتعذيب العبيد، فحتى إذا نجح العبد في التخلص من ذلك الجلد فإنه سيظل عبداً ولن يحصل على حريته أبداً. الآن سنتحدث عن أساليب تعذيب أكثر وحشية، إنه التعذيب الذي ينتهي بالموت. من أجل ذلك سنعود إلى الصين القديمة، حيث تم استعمال قصب الخيزران للتعذيب. تحتاج هذه العملية إلى سكين حاد لشحذ قصب الخيزران، إضافة إلى الحبال لتثبيت الشخص المراد تعذيبه فوقها. ينمو الخيزران بسرعة كبيرة تصل إلى متر واحد في اليوم، كما أن قصب الخيزران قوي بما يكفي لاختراق جسم الإنسان. فهل النجاة ممكنة في هذه الحالة؟ حين نرى ما يمكن للأمريكي ديفيد بلين فعله سنظن أن النجاة ممكنة. هذا الرجل قادر على تمرير إبرة معدنية عبر ذراعه دون أن تخترق العضلات أو الأوردة. لا نوصي أبداً بتجربة ذلك في المنزل، لأن ما يقوم به يحتاج الكثير من التدريب. وإذا نجح شخص ما في تحريك جسمه بطريقة مناسبة لجعل قصب الخيزران يخترق الجسم بدون أن يخترق الأعضاء الداخلية المهمة، فإنه بالتأكيد سينجو من الموت. لكن الأمر أقرب إلى المستحيل، حيث إن التحكم في مسار إبرة واحدة أمر سهل عكس قصب الخيزران الذي سيكون بأعداد هائلة. النجاة في هذه الحالة مستحيلة. هل تتذكرون التابوت الحديدي الذي تحدثنا عنه في بداية الحلقة؟ هناك وسيلة تعذيب مشابهة له، لكنها بدون مسامير في الداخل. إنه ثور نحاسي عملاق به باب يتم استعماله لإدخال الشخص المراد تعذيبه إلى الداخل، وبعد ذلك يتم إشعال النار تحت بطن الثور. الحل الوحيد للنجاة هو فتح الباب والخروج، لكن ذلك سيكون صعبا للغاية. لن تجد وضعية مناسبة لركل الباب، في حين أن الأرضية تغلي من تحتك. لن تتمكن من استعمال يديك أيضا، لأن الهيكل بالكامل سيصبح ساخنا. لكن لحسن الحظ أن الوثائق التاريخية لم تشر إلى أي حالة تم فيها استخدام قصب الخيزران أو الثور النحاسي لتعذيب شخص أو إعدامه. ربما تكون تلك مجرد أساطير تم استعمالها لإخافة المساجين، لكن طريقة التعذيب التي سنتحدث عنها الآن حقيقية، وهي مذكورة في العديد من الوثائق التاريخية. إنها حالات تم فيها الحكم بالإعدام سحقا تحت أقدام الفيلة. يكفي أن تتأخر في دفع ضرائبك وسيتم سحقك. تم تدريب الفيلة على القتل منذ عدة قرون في الهند، لكن القتل لم يكن مباشرا، حيث كانت الفيلة تسحق الذراعين والساقين أولا. كانت عمليات الإعدام باستعمال الفيلة تتم أمام عدد كبير من الجماهير. لكن هل يمكنك النجاة تحت أرجل حيوان يزن 4 أطنان؟ فرصة البقاء على قيد الحياة ضئيلة جدا. يمكنك أولا تحريك ذراعيك وساقيك لمنع الفيل من دهسهما، لكن قدم الفيل كبيرة جدا ومن الممكن أن يدهسك بالكامل عن طريق الخطأ. يمكنك أيضا أن تحاول النهوض ومهاجمة الرجل الذي يعطي الأوامر للفيل، لكن ذلك سيكون صعبا. إنها واحدة من أكثر أساليب الإعدام وحشية في التاريخ. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.